الفنانة هيدي كرم، فنانة مصرية شهيرة، دخلت مجال التمثيل من بوابة الإعلانات وكليبات الأغاني وتقديم البرامج. أول عمل لها كممثلة كان في عام 2002، وشاركت مؤخرا في مسلسل لؤلؤ. شغفت بالفن في سن صغير، وكانت تهوى مشاهدة الأفلام القديمة وتسجيلها على شرائط فيديو. يخطئ البعض ويناديها باسم هايدي، بينما اسمها الحقيقي هو هيدي، تيمنا بالفنانة العالمية هيدي لامار. وبعد سنوات من العمل كممثلة، عادت الفنانة هيدي كرم لتقديم البرامج مرة أخرى، فقدمت 3 مواسم من برنامج نفسنا، ثم قدمت برنامج كلام ستات، وحاليا تقدم برنامج جديد بعنوان راجل واتنين ستات. ولدت الفنانة هيدي كرم في يوم 27 أغسطس عام 1980 في حي شبرا، لعائلة مصرية مسيحية مهتمة بالفنون. عاشت في شبرا لمدة 7 سنوات، ثم انتقلوا لمكان آخر داخل القاهرة. شغفت بالفن في سن صغيرة، فكانت تشاهد الأفلام القديمة بشكل دوري وتسجلها على شرائط فيديو، حتى أنها كونت مكتبة أفلام كبيرة وهي ما تزال طفلة. ورثت هذا الشغف عن جدتها التي كانت معجبة بالممثلة العالمية هيدي لامار، لذلك اختارت لها اسم هيدي وليس هايدي كما يظن الجمهور العربي. بدأت الفنانة هيدي كرم مشوارها الفني كفتاة إعلانات وموديل في كليبات الأغاني، فشاركت في أغنية عيني للمطربين حميد الشاعري وهشام عباس، وأغنية عايزة أعرف أنت مين للمطربة سميرة سعيد. بعد فترة من العمل في الإعلانات، بدأت العمل كمذيعة لبرنامج تلفزيوني على شاشة ARC، واستمرت في تقديم البرنامج لمدة 2 عامين، ثم قدمت برنامج آخر على قناة MBC. أحد زملائها في تقديم البرنامج عرض عليها المشاركة في سيت كوم مارينا مارينا مع الفنان صلاح عبد الله والفنانة هالة فاخر. وافقت وصورت مشاهدها في السيت كوم، لكنه لم يعرض. خضعت بعد ذلك لعدد من كورسات التمثيل، ثم جاءتها فرصة للمشاركة في مسلسل الإمبراطور عام 2002، فاستغلتها وانطلقت في عالم التمثيل. أبرز المسلسلات التي شاركت فيها بنت من شبرا، العندليب، حكاية شعب، اللص والكتاب، ابن موت، بعد البداية، هبة رجل الغراب، طاقة نور، نصيبي واسمتك، سابع جار، طلعت روحي، كلبش 3. ارتبطت الفنانة هيدي كرم عاطفيا وهي في سن صغير، وفي عمر 19 تزوجت، وأثمر الزواج عن ابنها الوحيد نديم. حياتها لم تكن مستقرة، والخلافات دفعتها لرفع قضية خلع على زوجها، وتم الانفصال. رفضت هيدي كرم الزواج مرة أخرى حفاظا على مشاعر ابنها نديم، وقررت التركيز في دراستها، حيث كانت تدرس في كلية التجارة شعبة اللغة الفرنسية في جامعة عين شمس. وفي عام 2018 أعلنت الفنانة هيدي كرم خطوبتها من المنتج المصري عصام عبد العزيز، وهي الخطوبة التي طالتها الكثير من الشائعات بأنها لم تكتمل، واختارت هيدي عدم الرد، ما يشير إلى انفصالها بالفعل.